الاجتماع كان عنده أهمية قصوى لأنه أولا يعبر عن هموم حقيقية ديال الشعب المغربي. إنجاز كبير جدا، إنجاز كبير جدا. وكذلك تم التوافق داخل الأغلبية التي صوتت على رئاسة، ليس فقط الأغلبية التي صوتت على رئاسة جسم استشاري، واعطاء الثقة للاتحاد العام الشغالي المغرب باش يقود مؤسسات كبرلمان المغربي جسم استشاري. وهذه الثقة أنا كنهتز بها كثير من كل الأطياف السياسية، لأنها ماشي ثقة شخصية ولكن ثقة في الاتحاد العام الشغالي للمغرب. وهذه الثقة في الاتحاد العام الشغالي للمغرب هي اللي كتجعلنا اليوم نجلسوا ولله الحمد في هذا اللقاء مع المناضلات والمناضلين ونعطوهم وجهة نظرنا كقيادة ديال الاتحاد العام الشغالي للمغرب حول جميع الأمور اللي كتعنيهم بمصداقية وشفافية وصراحة. وهذه ثلاثة الحوايج هما اللي كنعملوا عليهم داخل الاتحاد العام. الأداء داخل مجلس المستشارين ولله الحمد كاين انسجام كبير بين الفرق البرلمانيه والمجموعات، انسجام نتيجته اولا في انفتاح المجلس على المحيط، وكل النقاشات التي تجري في الشارع المغربي هي كذلك محطها ضمنها داخل مجلس المستشارين، المنتدى ديال الجهاد، المنتدى ديال العداله. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.